صباح الخير مشاهدينا مجددا، لكن اليوم فقراتنا عديدة ولكن أكيد كلكم ناطرين الانجريديان اليوم. وصفتنا مهلبية وبيستاشيو تارت. لتحضير هالشي طيب بيلزمكم للبيستاشيو كريم، بودرة اللوز، بودرة الفستق، زبدة، سكر، بيض، طحين، كريمة الفانيلا. وللمهلبية كريم يلزمكن حليب، سكر، نشا، موارد ومزهر. هو هني مقادير اليوم. وكمان ما تنسوا موعدكن مع كوكتيل وجوزيف ساير بختام فقرات ولدان. وقفة ونرجع لعند ناتاليا غيبي بالانس. مهلبية and pistachio tart. صباح الخير. صباح النور. صباح الشي طيب. صباحك شال. ماشي. دايما امبارح كنت بعشاء كانوا عم يقولوا لي انه فظيع الشيف شال شو بيعمل قصص طيبه. قلت لهم معكم حق، قلت لكم بكره حضرونا لانه في شي كثير طيب. دايما بتعملنا قصص كي سورت دو لوردينير، يعني بشتغل مش بشتغل على الباز بس بعمل كرياسيون فيها. وهلا في كتار بحبوا يعملوا حلويات بالبيوت، بقى انت بتوحيلنا بقصص اوقات ما بنفكر فيهم. اكيد يعني مهلبيه وبيستاش تارت ولا مره فكرت فيها حتى. مزبوط. يعني مهلبيه بنعرف انه بناكلها بكاسه وبنحط عليها بيستاش، بس ناكلها كتارت. هلا هو الحلو انه نحن عم نعمل مثل ما عم بتقول، عم نعمل نحن ثلاثه باز بالباتيسري العربي، بس نحن عم نجمعهم مع بعضهم وعم نعمل منهم مثل كرياسيون لديسير جديد فينا نسميه اللي بدنا اياه. انا سميته مهلبيه ان بيستاشيو تارت، فيهم المشاهدين اذا هن عملوه يسمون على اسم اللي بدهم اياه هن. بقى هو الحلو فيه انه لانه اول شيء اليوم لانه عيد، اول شيء بنعيد الجميع، وحلو انه عم نعمل نحن دائما هيدي الانوفاسيون لحتى دائما المشاهدين يشوفوا شو فيهم يعملوا. نحن شو بنعرف التارت؟ تارت او بوم، صح، تارت او فريز، تارت او سيترون، تارت او شوكولا، هول يعني بنعملهم اكثر شيء. مزبوط. بالابريكو، بالبوار، بس انه مهلبيه وبيستاش هيدي بعد ما مرقت معي. مزبوط. اوكي، هلا هون رح بس اقول للمشاهدين خلطنا السكر، حطينا السكر، البيستاش البودر والاماند ان بودر وشو حطينا بعد؟ والزبده. اوكي، عملناهم شوي صغيره هيك بالملعقه. رح اكسر البيضه. اوكي، رح احط الفاني ليكويد. اوكي، برجع كمان. ليك فهد قرب عم يتعلم منك شو. ايه كيف عم نحطهم؟ اوكي، هون انا بدي اقول بس للمشاهدين اذا في شيء بالروسيت كانجريديان او كجراماج مش فاهمينه او بالطريقه بيقدروا يفوتوا لعندي على البيج، على الاوفيشال بيج شارل عزار. اكيد بيفوتوا اذا بدهم بيسالوا بنرد عليهم. وانا من بعد كل حلقه عم بعمل البوم عن الحلقه، بيقدروا بيستفيدوا كمان بيشوفوها ستيب باي ستيب شو صار نحن عم نشتغلها. اوكي، برجع بذكر كمان فيهم يشوفوا هول القصص كمان على الفيسبوك بيج للام تي في لايف. مزبوط. كمان فيهم يفوتوا يعملوا لنا لايك. مزبوط. ويحضروا كل البرامج دقائق زاد. اذا واحد اخر شيء ما لحق يحضرون الكريم باتيسير، هاي الكريم باتيسير. اوكي، احنا سميناها كريم عفاني. لا هي مش فاني، كريم الفانيلا حتي مش باتيسير. هي كريم باتيسير. اوكي لانه عفاني كريم باتيسير. اوكي، هون صارت جاهزه، حطينا كل شيء فيها. اوكي، رح بلش هلا حطها بالقالب.
القالب هون عندي اياه قالب التارت، اكيد صرنا عده مرات عاملين التارت، ما رح نجي نرجع نعمل الباتسا الباتسا بلي. هول الكوانتيتيز لكم سنتيمتر القالب؟ القالب هذا تقريبا 22 سنتي. اوكي تنعرف مش انه نحط هول ب 30 سنتي ما بتزبط معنا. صح مزبوط، يعني المقادير لا من 20 ل 22 سنتيمتر. سنتيمتر اوكي. هلا هون هيدي من قصه ونبلش. ما فينا ندلقهم كلهم وهيك بلا، بس انه هيك افضل. هيك بتطلع، هيك بتطلع معنا اكثر بروفيسور. اوكي هون يوم بس بدي اقول شغله، كانت زميلتنا هلا جيسي الخوري هون عملنا حلقه بيت سوا، كانت بدها تخبر المشاهدين انه بيتها موجوده بالمزار اليوم الخميس والاحد على الساعه 5 في دوغ بيوتي كومبيتيشن. إذا حدا عنده كلب بده يفوتوا بهالكومبيتيشن والفند ريزنج لبيتا بقى. إذا بتحبوا الكلاب وطالعين على المزار مرقوا على بيتا اليوم وكمان، لكن نهار الأحد في دوغ بيوتي كومبيتيشن والفند ريزنج لبيتا. أوكي ولا. أنا هون هلا حطيت الكريم بيستاش حطيتها بقلب القالب التارت وحطيناها بالفرن هلا بدي خلصنا التارت. هلا خلصت، شو بدنا نعمل هلا؟ بدنا نعمل المهلبيه. بدنا نعمل مهلبيه. هيدي زيت المهلبيه بنعملها بالبيت وبناكلها. نفس الشيء اذا حطيناهم بكاسات نفس الشيء، يعني عصفورين بحجر واحد. عصفورين بحجر واحد. اوكي رح بلش. يلا لحط الحليب. اوكي بالروسات موجود الكميه، هي نص لتر حليب. اوكي رح اترك شوي صغيره كرمال اخلطهم، اكيد النشا لحتى ما يكبتل لازم نحط معه شويه حليب. عشان هون لازم تعملنا رز بحليب. رز بحليب بياخد وقت على ال بياخد كثير وقت. ايه هيدي هي، بس مشكلته لانه بياخد وقت، مشان لانه بياخد وقت ما بعمله انا، ما بعرف اعمله. ايه بس انا كيف بدي اعمله هون لانه الوقت منه. بس ما بيمنع منلاقي لها شي طريقه انه منفرجيهم كيف. كل القصص منيح الواحد يعملهم بالبيت وياكلهم والولاد كمان بحبون. اكيد يعني هو بتعرفي انه الرز بحليب اللي طيب فيه لحط السكر طيب فيه للرز بحليب، انه وقت اللي بينطبخ زياده على النار السكر بيصير كراميل هنيك اللذه بال طيب. وهن هي طحيتها تبع الطنجره الطيبه وقت بصير تحطيها وقت بتلزق شوي صغيره هذا الطيب فيها. خلص الوسع شحيتنا. اوكي شيل هيدي. ايه اوكي هلا انا هون حطيت الحليب على النار، حطيت السكر معه، النشا دوبته بشويه حليب فاتير. اوكي اوكي هلا هون عم بيدوبه بس يبلش يغلي. عم ببلش. اوكي بنحطهم بالفويه. رح بالفويه هون نتأكد انه كمان كله دايم. نشا او كورن فلاور. انه كورن فلاور. اوكي بيسوى يكون كورن فلاور، بيسوى يكون يعني فيكول دو بوم ولا فيكول دو ري. اوكي. اونكور انا 12 مينوت. 12 مينوت، اوكي. هلا نحن هون على جنب رح انقع شوية جيلاتين بالمي. بدك حتى ال شو اسمه؟ ايه بليز. في سكر؟ ايه حطيت شوي صغيره سكر. ليه؟ لحتى ما تكون كميه كبيره السكر هنيك دغري تلطوش، لانه كميه قليله من الحليب حطيتهم هون. اوكي انا نقعت هلا ال تمشي. ايه عظيم. دقيقتين خدت. هاي هي؟ اوكي ايه هيدي هي خلص بزياده. هيدي المهلبيه. هيدي هي المهلبيه. ليكو شو هيني خدت معنا. اوكي دقيقتين مزهر. المزهر وموارد حطيتهم هون اخر شيء، وهلا رح فضيهم. رح فضيهم بقلب السار. انا عم كفي حرك تما يجمدوا. اوكي لحط هون ورقه نايلون، حط السار اللي انا بدي اياه. رح انا رح اعطيك هون رح فضيهم.
واكيد بده ينحط بدها تنحط المهلبيه بالبراد او فينا نحطها بالفريزر لحتى نعمل الجلاساج. اوكي هلا هيدي خلصت المهلبيه لحطها انا لحطها على جنب ما راح احطها بالبراد بس انتم بتحطوها بالبراد او بالفريزر لتعملوا لها الجلاساج. هلا رح بلش بالجلاساج. نقعت الجيلاتين رح اجيب كاسرول اوكي حط المي هكتك اه هي هي المي السكر عم شوفها للرسيبت بس اتاكد منها سكر الكريم برجع بذكر المشاهدين لانه قبل مره صارت مشان هيك عم برجع اقول لهم اياها انه بحال كان ايه بليز بحال كان في هيدي هيك ولا ايه معلش ما بأسأل لانه فيها حليب فيها حليب بحال كان في مشكلة شيء بالرسات مش شيء مش فاهمينه يفوت لعندي على الاوفيشال بيج بقدر انا جاوبهم دغري اوكي بقدر اصلح لهم اذا في شيء مش غلط اوكي اذا في شيء غلط اي مش غلط مش غلط يكون في شيء غلط اوكي كريم جيلاتين نقعناها الوايت شوكليت الوايت شوكليت يحوي هون قديشك شاف شو اسمه ميتيكولو لكل مره بتطلع على الرسات كذا مره بتطلع انا بتعرفي انه ما بيشتغل الا ما يكون في رسات قدامي وانا بلاقي غلط يلي بيقول انه انا بحفظ الرسات براسي لانه مش مضطر صح اذا في غلطه وحده نقصنا شغله وحده مش مضطر رسات اوقات رشه ملح صح. بتغير كل الرسات صح الرسات الرسات عندي اياها عندي اياها عندي اياها الرسات مقدسه ما بزيح عنه اكيد اذا بدي اعمل كرياسيون شيء ثاني بس اذا عم بعمل رسات ما في اجي لقطوا يلا هدول هن السكرات وحطهم هدول هن النشا وحطهم لا ما في ما فينا نغلط بالديسير اوكي رح نزل النشا مش النشا الجلوكوز اوكي نزلت الجلوكوز فوق الكريم والماي اوكي السكر ليه عم تحط جلوكوز وسكر؟ الجلوكوز شغلته لحتى يكبش الجلاساج ليعطيه ليه ما بنحط كورن فلاور محل الجلوكوز؟ يعني نحن اذا ببيوتنا ما عندنا نحن نحط جيلاتين انا ما بدي اياها تطلع اوباك اوكي مشان هيك وهيدا شوكولا بلان صح شوكولا بلان لحط المزهر وملونه شوي صغيره بتلوينه لطيف اوكي صار فينا نشيلها عن النار مثل شعري صار فينا نشيلها عن النار وصار فينا نحط الجيلاتين اوكي فيكي بس بليز تحركيها رح شيل انا هيدوري من هون لبلش هلا بالمونتاج اوكي هلا ببلش الجد بدنا نعمل القالب اول شغله عن جد ببلش الجد خلص هيدي دابت اوكي رح اعمل جلاساج للقالب انا جايب معي جلاساج من قبل اوكي ما هدي ولا سين وجايب معي مهلبيه جايب معي مهلبية عملها من قبل كمان ومسقعة إذا بتشوفوا يحيي هون رح جيب سباتول هيدي حطيتها بالفريزر؟ هيدي بالفريزر حطيتها لحتى ارتاح أكتر بالشغل رح أعمل هيدا كله سكر لا هيدا الجلاساج اللي عاملينه نحن هلأ يا لطيف اذا ما نحط جلوكوز شو اسمه اذا فينا بس نقرب نفرجي بس المشاهدين على على القريب كيف صار كمان
اوكي بعملها هيك شوي صغيره من تحت لينضف. اوكي وبنقلها على القالب. شو هالكادر الحلو. ميرسي جو، ميرسي سيبال. جو طويل انا بقول لك ميرسي. اوكي دنيا سيبال. ميرسي على الميرسي. يلا مين بيزيد؟ هيدا تارت للبنات. بقى كل الشباب اليوم ما فيهم ياكلوا لانه لونه زهر. سوري. اوكي رح بلش بالمكرون. بس نقول بنات قليل البنات، في بالريجي بنات، في سيبال، في انا وفي كاتيا. يا المكرون شو هول؟ هدول بيستاش. رونو مكرون وروز. بيستاش وروز. بس اكيد انا هدول عملهم من قبل لاقدر لحقي. شو هالتارت هيدا؟ هيدا ماذا هذا التارت؟ لطيف. مش معقول. بتعرف كثير عم ينبسطوا مش بس الناس ببيوتهم، في كثير ناس باستديو كمان عم ينبسطوا. لا في كثير، في كثير شفيه عم بيتصلوا فيي عم بيقولوا لي الحلو انه عم ناخذ افكار. يعني هدول الاشياء بيقدروا يعملوها هن بالباتسريات او بالاوتيلات كمان مثل ما انت بتعمل بالفور سيزونز. انا بالفور سيزونز كثير بشتغل على هيك اشياء كرياسيون. يا هربت من الكادر. ما بيأثر. ما ببين. يعني بنحب بس نقول للمشاهدين انه جو شخصيا عم بيصور. جو طويل. جو طويل. المخرج العظيم. ومساعدة المخرج كمان عظيمة. اوكي. هلا هون. هلا شو بدك تعمل؟ هلا بدي اعمل لها ديكور ان شاء الله تكون هيدي جمديت. لانه كنت محضرها مشان اقدر لحق هون. رح اعمل هيدي شو؟ اي هي؟ هون هذا سكر مثل هذيك مرة ديكور. تتذكري الديكور تبع هذيك المرة؟ بس شو اسمه؟ سكر ايزومالت. ايزومالت ولا اوكي. رح احط لكم هلا تارت. شي نهار السبت اوفر دوز قصص طيبه. على بكره ناتالي طعمتني كمان بلو بيريز. اوكي ليكو شو مكتوب على الشوكولا. ليكو شو مكتوب على الشوكولا. سال عزار حبيت. حبيت. هيدي سيناتور. سيناتور سيمبل. مبروك على السيناتور. لا هيدا عندي اياه من خمس من ست سنين. ما بعرف. بس انه عم بعمل. احنا معنا اياه على الشوكولا. بس مش على الشوكولا كانت، هلا صارت على الشوكولا. خلص وقتنا شال. خلص وقتنا. اوكي هلا انا كنت بدي بعد اعمل لها ديكور. رايحين على التيستينج بعد شي بعد البريك. اوكي كون انا زينته على الاخير. هلا مبدئيا مبدئيا هو هلا خلص. اوكي يلا رح ناخذ وقفه وبنرجع لكم مع تيستينج. لحقوا لشال شوفوا شو عم يعمل.
بس لابس ابيض ما كثير عم ببين. لازم يحطهم على الباك جراوند تبعي. قولي شو قولي؟ هيدي السكر نحن نعمل شيبس. ايه بس تبقى سخنة. ثبت ايدك شاب. اوكي هيدي بدي احطها انا على ال على الدسير اعطيها شكل حلو. نعم مش معقول فاتيا ما تجي. بعد ما بلشنا بدك تدوق؟ ايه سي بيزار سي با سكري. بدك تشوف سي با سكري؟ شو هو لك؟ ايزومار. بتاكل الايزومار؟ ايه بتاكل طعمة سكر. لا بعد ما اكل خليني اسال قبل ما انت بتاكله. هو هذا للديكوراسيون يعني؟ ايه لا هو بانه سكر يعني بالنهايه سكر. سكر على الحلو سكر وشو؟ بس السكر مش قوي. يعني ما بتحسي انه حليتي او مثل سكر هيدا؟ لا مش سكري كثير. بس عم بعطيكم بس اذا مفرجي بس المشاهدين ولا ولا ورقه الذهب. اخر شيء بكسر الاسنان. ايه هلا عمل على الهواء؟ هلا عملها. ايه هلا كثير حلو. اوكي هيدي الفيدور حطيت على السكر من فوق على راس السكر. حلوه عم بتطير. ايه شايف شو حلوه هلا بس من هي مبينه مزبوط مبينه يعني كانه عم بتطير. يلا اوكي شو حلوه بعد شايف وين المهلبيه بس كثير حلوه. هون لازم تحذر وين المهلبيه فيها للاونترمي. يلا فينا ندوق. يلا رح نقص. كثير حلوه لك شو لذيذ اللي حتى التقطيع تبعها باستيل الوانه. ايه اوكي خلص وقتنا. اوكي نتلحقص من هون. نحن بدنا ندوق تحت الهواء بنرجع بنقلكم نجمة شوي بالبراد شو النكهات. انا وجوزيف بدنا ننتقل سوا نقدم لكم كوكتيل. شو عندنا اليوم جوزيف؟ ووتر ميلون داكري اليوم. اوه ووتر ميلون. يلا اتوتالو.